السلام عليكم، بنرحب فيكم الآن في مساق الريادة وإدارة الأعمال الصغيرة. اليوم نتكلم عن شابتر 7 اللي هو بيتكلم على البزنس بلان كريتينج اند ستارتينج الفينشر. عادة البزنس، ايش البزنس بلان؟ بلانينج از بارت اوف ذا بزنس اوبريشن، يعني بدون تخطيط ما حدش بيقدر يبدأ بطريقة صحيحة. الآن the plans provide guidance and structure in rapidly changing market environment. هي بتعطي صورة يعني على كيف إنه يعني وضع الشركة في ضوء المتغيرات في بيئة السوق. Plans get finalized as the entrepreneur has a better sense of the market, the product or service, management team and financial needs of the venture. هي البلانز هذه بتعطيه يعني صورة أفضل وإحساس بوضع السوق والمنتج أو الخدمة اللي بيقدمها فريق الإدارة والاحتياجات المالية للشركة. They help meet short-term or long-term business goals. طبعا هذا من ضمنها بدك تحط الأهداف تبعات الشركة وتحاول إيش إنك يعني تحقق هذه الأهداف. طب إيش البزنس بلان؟ البزنس بلان is a written document describing all relevant internal and external elements and strategy for starting a new venture. It is an integration of functional plans, addresses short-term and long-term decision-making for the first 3 years of operation. يعني هي حاجة لأول 3 سنوات من العمل، بتعطي كيف الخطط المختلفة اللي أنا حطيت، سواء الخطة المالية أو الخطة التسويقية أو الخطة العملياتية أو يعني خطة الموارد البشرية، كيف هدول يعني بندمجن مع بعض بعملية تكاملية بحيث إنه تعطيني يعني زي خارطة الطريق لأول 3 سنوات من العملية، وهذه مهمة. طيب who should write the plan؟ مين اللي بدي يكتبها؟ الوحيد اللي بقادر إنه يكتبها اللي هو الشخص الريادي، ممكن يستشير حدا في هذا المجال، بس بشكل عام الريادي هو اللي بيضع الأهداف، هو اللي بيضع يعني بوظف مهاراته وقبل ما يقرر انه بده يستعين بايش، باستشاري في هذا المجال. السكوب والفاليو اوف ذا فاليو اوف ذا بزنس بلان، هو ريدز ذا بلان، مين اللي بيقرا هذا البلان؟ هو از اكسبكتد تو ريد ذا بلان كان اوفتن افكت اكس اكشوال كونتنت اند فوكس، يعني مين بده يقراها بتحدد ايش المحتوى فيها. In preparing the plan, it is important to consider issue an entrepreneur's perspective, وجهة نظر الريادي, marketing perspective, السوق, والinvestor's perspective اللي هي الممول بشكلها. يعني 3 شغلات بدنا تبقى يعني تتضمن الخطة: وجهة نظر الريادي أو خلينا نظرة الريادي، نظرة السوق، ونظرة الإيش المستثمر بشكل عام. Depth and details in the business plan depends on the size and scope of the proposed new venture. الحجم والمجال. Size of the market، حجم السوق. Competition، المنافسة. والpotential growth بشكل عام في هذا المجال. طيب the business plan is valuable because it is help determine the viability of the venture in the designated market, guides the entrepreneur in organizing a planning activity, serve as an important tool in obtaining financing. This process provide a self assessment by the entrepreneur. يعني هي تعطي يعني فكرة خلينا نقول عن السوق اللي انت وضعتها لحالك، بتقود عملية الأنشطة التنظيمية بشكل عام،
وبعدين هي بتعطيك زي أداة للحصول على تمويل. يعني زي لو أنت جيت بدك تحصل على تمويل وقلت عندي الفكرة الفلانية 1 2 3 وحكيتها في بشكل شفوي، ما حدش بيعطيك أي حاجة، لأنه فيش عنده شيء ملموس اللي يقرر على هواه هل أنت مؤتمن على هذا المال، هل الفكرة ناضجة، هل أنت عملت الواجب منك المطلوب منك قبل ما تبدأ. كل هذه المعلومات بتبقى مجهولة. يعني لا، هذا الدوكيمنت بتعطي الشخص اللي عقبالك وجهة نظر، خلينا نقول ملموسة، وجهة نظر جدية ومؤشرات بتقول يعني بناء على الموجود هل في إمكانية لهذه الشركة إنها تشوف الحياة ولا لا. طيب، how do potential lenders and investors evaluate the plan؟ يعني لو جينا للناس اللي بدها تداين أو بدها تستثمر، كيف هدول بيعملوا بيقيموا الخطة هاي؟ The business plan must reflect strength of the management and personnel. يعني لازم تبين قوة فريق الإدارة والناس اللي بتعمل في هذه الشركة. هذه لازم تبين بشكل واضح في الخطة. برودكت والسيرفيس، ايش المنتج او الخدمه بدها تكون واضحه. افيلبل ريسورسز، ايش متاح عندك من موارد حاليا. لندرز ار انترستد ان ذا فنتشرز ابيليتي تو باي باك ذا ديبت. لو انا بدي اعطي قرض، اهم شيء لللندرز اللي هم البداية هذول وقت يعني هذه الشركه بده يكون عندها القدره انها تدفع او ترجع المبلغ الدائرته. هذول بيعمل فوكس اون ذا فور سيز اوف كريدت، اللي هي الائتمان، الكاركتر، كريدت كاركتر، الكاش فلو اللي هي يعني السيوله بعباره ثانيه، الكولاترال اللي هي اللي انت بتملكها، والاكويتي كونتريبيوشن انت قديش بدك تحط. عاده الناس لما تحط فلوسها بتقنع الناس الثانية بها، يعني زي ما بقولوها الواحد لازم يحط يعني جيبته أو هو يكون في المقدمة عشان الناس تصدق بالعمل تبعته. يعني الكلام كثير بس عند الدفع الحكي بصير قليل. Banks wants an objective analysis of the business opportunities and risks. البنك بده ايش؟ تحليل ويعني معمق او واقعي لايش؟ لفرصة البزنس هاي والمخاطر الموجودة حواليها، فهذه ضروري جدا. الان هاو investors particularly venture capitalists have different needs. الناس اللي بتستثمر في الشركات الناشئة او الستارت ابس هذول لهم احتياجات بتختلف. place more emphasis on the entrepreneur character. هم بيركزوا لأنه هدول بدهم يكونوا شرايك، بيركزوا على شخصية الريادي. spend much time conducting background checks. يعني هم بيجي بيطلعوا على الخلفية تبعته أو السجل والتاريخ تبعه، بيعملوا فحص، يعني فحص أمني، فحص مالي، بيعرفوا كل شيء عن هذا الانتربنور. demand high rate of return، دائما بدهم يرجعوا فلوسهم يعني مش بشكل يعني بسيط، يعني بدهم مرابح خفيفة، لا بدهم مرابح كبيرة في هذا المجال. focus on market and financial projection، يعني هم بيجي بتطلعوا على دراسات السوق والتوقعات للسوق كيف بدها تكون وقديش التوقعات المالية لهذه الشركة. Presenting the plan, the entrepreneur is expected to sell the business concept. يعني أنت عملت خطة وممتازة وكل إشي 100% فيها، إذا ما عرفتش تقدمها صح، في صح بمعنى إيش؟ الوقت يكون مناسب للشخص المناسب. في يعني حاجتين مهمة، كي يعني أنت بدك تبيع الفكرة في الوقت المناسب لهدول الناس اللي حكينا عنهم، سواء اللندر او الانفستور في هذا المجال.
focus on why this is a good opportunity. يعني انت بدك تقول ليش هذه فرصة جيدة الآن. يعني بدك provide an overview of the marketing program, sales and profit. يعني بدي اطلع عليها بدي اشوف بشكل عام ايش خطط برنامجك التسويقي والمبيعات والارباح بشكل عام. Address risks and how to overcome them. يعني انت بدك تقول ايش المخاطر المتوقعة وكيف انت بدك تتغلب على هذه او تواجه هذه المخاطر. Audience include potential investors who may raise questions. Investors describe these presentation as elevator pitch. هدول بسموهم المستثمرين elevator pitch, ويمكن هذه لنا حديث عنها لاحقا. الاليفيتر بيتش انت يعني ايش بدها تكون؟ بدها تكون مختصره وتو ذا بوينت. يعني انت يعني الكلمه اللي بحكيها اليفيتر, الشخص قديش بقعد بالمصعد او بالاسانسير بالعاميه عندنا؟ وقت قليل جدا. معنى هذا الكلام خلال هذا الوقت انت بدك الشبكه تبعتك تصيد. يعني انت بدك تلقط تصيد السمكه, صنارتك تبقى جاهزه, الطعم جاهز, وتصيد في هذا الوقت. يعني في وقت قصير الصنارة بدها تشبك. هذا معنى الإليفيتر بيتش. Information needs before creating a business plan. The entrepreneur must understand a feasibility study. Undertake a feasibility study. يعني دراسة جدوى بده يقوم فيها الريادي فيها قبل ما يبدأ في خطة العمل. Information for a feasibility study should focus on marketing, finance, and production. يعني دراسة جدوى بدها تركز على السوق والتمويل والإنتاج بشكل عام. هذه feasible, well-defined goals and objective need to be established. يعني أنت بده يكون عندك الأهداف وبدها تكون معرفة بشكل جيد وقابلة للتحقيق. هذا مهمة جدا. Based on this strategy, decision can be established. مثلا لما نيجي بدك تحط الماركت اوبجكتيف, انت ايش اللي بدك اياه؟ انا بدي حصة من السوق مثلا بحجم 10%, بدي عدد زباين بحدود مثلا 100,000 زبون من السوق او 10,000 زبون. هذا بدك تحددها مستقبلا. ماركت positioning, يعني انت وين بدي يكون وضعك في السوق؟ هل بدك تكون الافضل 3 افضل 10 موجودين في السوق؟ هذا بدك تحددها. كيف بدك تحددها؟ بدك تعرف على local competition strength and weaknesses. يعني انت بدك تحلل المنافسين, ايش مناطق القوة عندهم ومناطق الضعف, بحيث انك تحط لحالك انت وين جايبينهم. مثلا local food trends, الموضة او الترند اللي ماشي في الأكل المحلي, صناعة الأكل. Local environment and demographic trends, بدك تطلع على البيئة المحلية والخارطة, خلينا نقولها الخارطة البشرية موجودة فيها, الديموغرافية اللي هي توزيع السكان, عدد الأطفال, الشباب, كبار السن, عدد بدك تطلع عليه النساء, الرجال, مين الشريحة اللي انت بدك تستهدفها, قديش هي, قديش دخلها, قديش مستعدة تصرف على هذه الخدمة أو المنتج تبعك. National food industry trend, هاي بدك تطلع على الناشنال, والجنرال انفايرمنت اند ديموغرافيك ترند بشكل عام. احيانا انت بتشوف ترند ماشي في جزء ثاني من البلد, انت بتقدر تقيس على هواء انت حتنجح او مش حتنجح في هذا المجال. Operations information need location, موقعك وين, الموقع الجغرافي وين بدك تحطه؟ هل بدك تحطه في منطقة تجارية؟ هل بدك تحطه في نص البلد؟ هل بدك تحطه في منطقة صناعية؟ هل انت بدك تتأجر في منطقة بعيدة؟ هذه كلها
حاجات استراتيجية لازم تفكر فيها. مانيفاكتشرينج اوبريشن، عمليات التصنيع، ايش انت بدك تصنع، ايش بدك تاخده من تشتريه من مصانع اخرى، هذا كله هيته. الرو ماتيريال، المادة، المواد الخام، من وين بدك تجيبها، ايش اللي بتحتاجه، ايش الكميات المطلوبة للسنة الاولى، للسنة الثانية، للسنة الثالثة، قديش التكلفة تبعتها، كل هذا بدك تعرفه. الاكويبمنت اللي هي الاجهزة، ايش الاجهزة المطلوبة وقديش سعرها وكيف بدك تمولها، هذه من الحاجات المهمة. الليبر سكيلز، بدك تطلع على مهارات الايدي العاملة، ايش هي المطلوبة ومن وين بدك تحصلها وقديش تكلفتها او قديش الاجر اللي انت بتحطه لهذه. سبيس، قديش المساحة المطلوبة لتفتح الشركة، وإيش الفراغات المطلوبة فيها، كل هذا بدك تطلع عليه. الأوفر هيد، سواء بنتكلم على كهرباء، إنترنت، تلفون، مية، قمامة، تنظيف، كل هذا بنسميه أوفر هيد بشكل عام. Most of the information should be incorporated directly into the business plan. الفاينانشال انفورميشن نيد، انتربرنور هاز تو بريبير ايش عندي، ا بادجت اوف اول بوسيبل اكسبنشر اند ريفينيو سورسز انكلودينج سيلز اند اكسترنال افيلبل فاندز. يعني هنا بدي احضر بشكل عام ايش الميزانيه باجزائها المختلفه، سواء بالمبيعات، الفلوس المتاحة لهم من مصادر تمويل أخرى أو مصادر خارجية، قديش التكاليف أو المصروفات، كل هذا بده لازم يبقى عنده. البادجت انكلود كابيتال اكسبنشر، اللي احنا بدنا المصروفات على الأساسية على الأجهزة والمباني والفاليوم اوف رو ماتيريال. Direct operation operating expenses اللي هي تكلفة التشغيل، والكاش expenditure for non expense item، في عندك أحيانا كاش بدي لحاجات ضرورية زي مثلا القمامة، زي تصليحات، زي أي يعني حاجات أساسية أحيانا الواحد بدفعها بتبقاش من ضمن الميزانيات العادية، هذه بده الواحد يحسب حسابها. Industry benchmark can be used in preparing final pro forma statements in the financial plan، وهذا حنتكلم عنها لما نتكلم على ال financial plan. Using the internet as a resource tool, the internet can provide information for industry analysis, competitor analysis and measurement of the market potential. طبعا الانترنت مصدر رئيسي، لان هي بتعطينا بنقدر نلاقي معلومات عن السوق وعن الصناعه اللي انا بتكلم عنها، عن المنافسين، وعن قديش ايش ال يعني خلينا نقول السوق بشكل عام ايش الفرصه فيها في هذا المجال. It is a valuable resource in later stage planning and decision making, provide opportunities for marketing strategy، لانه هذه انت استراتيجيه التسويق هذه مهمه جدا، حتى تكون هاندي في الانترنت. الانتربرنور كان اكسس شو هو popular search engine والcompetitor website، يعني انت بتقدر اي سيرش انجن تبحث فيه وتروح على الويب سايت تبعت المنافسين وتشوف قديش الترافيك عليها، ايش بعرضوا، ايش بيسووا. سوشيال نتورك، بلوجز، ودسكشن جروبس، هذول عليها معلومات كثيره في هذا المجال. رايتنج ذا بزنس بلان، ا بزنس بلان شود بي كومبريهنسيف انف تو جيف اني بوتنشال انفستور ا كومبليت بيكتشر اند اندرستاندينج اوف ذا نيو فينتشر، يعني هي بتعطي صوره شامله وكامله لمين بده يستثمر. شود هيلب ذا انتربرنور كليريفاي هيز اور هير ثينكينج اباوت ذا بزنس في هذا المجال. ايش بتتضمن؟ introductory page، name and address of the company، لازم يكون اسم وعنوان الشركة واضح، name of the entrepreneur وكل معلومات الاتصال منه عليه، سواء التليفون، الفاكس، الايميل، السوشيال ميديا accounts، كل هذه تبعاته. بتكون description of the company and nature of the business، وصف للشركة وطبيعة العمل تبعها. statement of financing needed
يعني قديش أنا بدي استثمار أو بدي تمويل في هذا، لازم تكون واضحة في هذا المجال. و statement of confidentiality of the report، confidentiality of the report لازم تكون واضحة. ليش هذا؟ عشان اللي بدي يقرأ بده، هذا بده زي honor declaration إنه هذه المعلومات confidential ومش يعني الأصل ما تتمش تعميمها على الناس الآخرين. Executive summary about 2 to 3 pages in length summarizing the complete business plan، يعني هذا مختصر للبزنس بلان حوالي من صفحتين لثلاث صفحات. Environmental and industrial industry analysis، هذا ايش بتعطيني؟ بتعطيني ال uncontrollable variable that may impact the business plan، زي ال economy، ال culture، التكنولوجي والليجل كونسيرن، الكلام الاقتصاد في البلد كيف رايح، الكالتشر عادات وتقاليد الناس، والتكنولوجي الموجودة حاليا، والليجل كونسيرن اللي هي الجزء القانوني. The industry analysis involves reviewing industry trends and competitive strategy، يعني انت بدك تشوف ايش الماشي في السوق حاليا، وبعدين بدك تقول طب عشان اكون كومبتيتيف، انا منافس قوي، ايش الاستراتيجيات اللي بدي امشي عليها. اندستري ديماند كومبيتيشن، هذول بدي احللهم. هاي بعض الاسئله اللي ممكن تنسال. كريتيكال ايشو فور انفيرمنتال اندستري اناليسيس، وات از ذا ميجر ايكونوميك اند تكنولوجيكال ليجل بوليتيكال ترندز، وات ار ذا توتال اندستري سيلز اوفر ذا the past 5 years، هذا بتقول يعني وين رايحة، ها في جروت ولا ما فيش، who is the nearest competitor، يعني هاي بتحدد مين المنافسة، وهذا هنتكلم عنها لاحقا في هذا المجال. describing the venture، what is the mission of the new venture، what are your reasons for going into business، ليش انت رايح هناك، وهذه الشغلات اللي will the equipment be purchased or leased، هذه من الامور اللي بدك تفكر فيها. البرودكشن بلان، انا بدي انتج كل شيء ولا بدي اشتري اعمل سب كونتراكت، طب ليش بدي اعمل سب كونتراكت، مين هذول السب كونتراكتر، كيف بدي اختارهم، كيف بدي اتعامل معهم، ايش الرو ماتيريال، كل هذول اسئله بتهم فيها. الاوبريشن بلان، اول بزنس مانيفاكتشرز should include an operational plan as part of the business plan. It goes beyond the manufacturing process, describe the flow of goods and services from production to the consumer. يعني قديش أنا، إيش المواد الخام اللي أدخلها، قديش حنتج في اليوم، في الشهر، في الأسبوع، كيف هذا بدي أوزعها، يعني كل هذه الأمور في الأوبريشن بلان المفروض محلولة فيها، وقديش هاي، ولو قديش الانتاج اليومي الشهري السنوي، في إمكانية للنمو، ما فيش، كل هذه الشغلات بدها تكون واضحة في العدة. الماركتينج بلان describe market condition and strategy related to how product service will be distributed, priced and promoted. يعني أنت بدك تشوف كيف بدك توزع، كيف بدك تسعر المنتج تبعك، كيف بدك تعمل دعاية له. Marketing research evidence to support any of marketing decision strategy as well as for forecasting sales should be described in this section. Potential investors regard the marketing plan as critical to the success of the new market. يعني عادة تطلع كيف أنا بدي أتعامل مع المنافسين، كيف التسعير تبعي بدي يكون أكبر أصغر من المنافس، قديش بدي أدخل، هل بدي في طبعا pricing strategies مختلفة هنتكلم عنها لاحقا في هذا المساق. Organization plan describe the form of ownership، أنا كيف الملكية بدها تكون، والline of authority السلطة، and responsibility of member of the new venture. In case of partnership إيش الترم should be included. In case of a corporation the following should be including shares of stock authorized and shares options, names, addresses and resume of directors and officer, organization, a chart. هذولا للكوربوريشن المفروض تكون موجودة. طبعا الاسسمنت اوف ريسك، بدك تتعرف على ايش الهازارد اند الترناتيف ستراتيجي تو ميت جولز اند اوبجكتيف. الانتربرينور شود
indicate potential risk to the new venture, impact of the risk، ايش هي الريسك وقد وايش يعني خلينا نقول تأثير هذه المخاطر، والاستراتيجي to prevent, minimize or respond to the risk. Major risk could result from ايش competitor reaction، لما تدخل السوق المنافسين كيف بيتعامل معك، هل هم حيهجموا عليك وحاولوا يخرجوك من السوق بأسرع وقت؟ طب لو حصل هاي انت ايش ردة فعلك؟ هل هم حيبيعوا بأقل من بسعر أقل من التكلفة؟ هذه كلها هي لازم تكون أنت حاططها في الاستراتيجيات تبعك. الـ weaknesses in marketing, production and management team, new advances in technology، كيف بدك تعمل هذول؟ طبعا حاجات بدك تحط خطة للتعامل. الـ financial plan it contains a projection of key financial data that determine economic feasibility and necessary financial investment commitment. It should contain summarized forecast sales and appropriate expenses for at least the first 3 years. لأول 3 سنوات من الشغلات المهمة الـ cash flow، السيولة المالية، هذه للسنوات الثلاثة بدك تحطها. Projected balance sheet، البالانس اللي هي المبيعات والمصروفات، كيف انت بدك تنسق بينهم. هذه الآن من الشغلات اللي بنتكلم عنها الابندكس. الابندكس contain any backup material that is not necessary for to be in the text. هذا it may include letters from the customers, distributed or subcontractors، يعني بدعموا الشركة تبعت. Secondary data or primary search data used to support plan decisions. Leases, contract or other type of agreement، هذه للليس للموقع أو للأجهزة، والcontract مع الموظفين أو مع المحلات اللي انت بدك تشتريها أو مع البضاعة اللي بدك توردها الموردين، كل هدول مهمة. Price list from suppliers and competitors، هذا عشان تعرف انت ايش بده يكون عندك. The business plan is designated to guide the entrepreneur through the first year of operation. The strategy should contain control point to ascertain progress and to initiate contingency plan if necessary. Without good planning, employees will not understand the company's goals. Business failed due to entrepreneur's inability to plan effectively. Measuring a plan progress, business plan projection are made on a 12-month schedule, but entrepreneur should check frequent check on profit and losses, cash flow, inventory control, production control, quality control, sales control, disbursement, website control في هذا المجال. Updating the plan، طبعا هذه كل فترة بدك تحدث البيانات الموجودة عندك في هذا البلان. Maintain reasonable target and goals. Keep the new venture on course to a high probability of success. اللي عندي. طب ليش بعض البزنس بلان fails؟ Goals are unreasonable، بحط أهداف مش واقعية. Objectives are not measurable، هذه من أسوأ الشغلات، بقدرش أقيس الأهداف اللي أنا حطتها. Entrepreneurs has not made a total commitment to the business or to the family. عادة إيش العين وشايحة، بتبقى الريادة على حاجة تانية، على فرصة عمل أو غيره، هذه طبعا بتخرب كتير. Lack of experience in the planned business، الخبرة، قلة الخبرة. No sense of potential threat or weaknesses to the business، اللي عندي. No customers customer need was established for the prospect proposed project product or service، يعني انت ما قمتش بدراسة واقعية في هذا المجال. يعني بشكل عام البيزنس بلان هي اهم اداة يبدأ فيها اي شخص عشان يقنع الناس التانية بدعمه ماليا او يقنعهم بفكرته لا يساهموا معه ويكونوا جزء من الفريق تبعه. هذه هي خارطة الطريق، هي خطة بتعطي الكل فرصة انه يعني يدخل في عالم البزنس، ومنها بيقرروا ايش يعني هل هذه هي الفرصة المناسبة ليستثمروا فيها ولا لا. ويعطيكم العافية، هيك بنقول خلصنا تشابتر 7 اللي هو بتكلم على البزنس بلان.